أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في أول حلقة من برنامج ليالي الطرب. ليالي الطرب هذه المرة مشاهدينا يأتيكم في حلة جديدة، حلة تقليدية تعكس ثقافة المجتمع الحساني الأصيل. أصيل، أصيل بثقافته، أصيل بتعليمه، أصيل بتنوعه الحضاري، وأصيل أيضا بطربه. وهذا ما جعل شنقيط أو ما جعل صيت شنقيط يصل إلى جميع أرجاء المعمورة، من الزربية لرحال للسرز، ومن النيلة للبخور لتاي، تنوعت ثقافتنا. ومن التدينيت لاردين للطبل للشوار، تكون طربنا. وفي المجلس مشاهدينا الكرام اللي أردنا من خلاله أن نعكس لكم ثقافة المجتمع الحساني التقليدي، استضفنا لكم الفنانة الكبيرة منى من دندني. ونرحب أيضا بالفنانة منى من دندني، ونرحب أيضا بالموسيقار والعازف لوليد والدندني. مرحبا بك منى من دندني معنا الليلة برنامج ليالي الطرب. مرحبا بك. وسهلا حنان زميلتي وصديقتي، مرحبا بك. وتحية كبيرة إلى المشاهدين. كيف ما قلتي تراث مهم، وهنيئا لقناة شنقيط على هذا البرنامج اللي شايفة فيه ياسر من نجاح إن شاء الله، اللي يتمسك بتقاليدنا اللي ما يلا نرخوها، بخصوص موسيقتنا اللي حامل ياسر كثير من تراثنا الثقافي. وأولا سنة سعيدة جماهير كاملين المشاهدين، وسنة سعيدة لجمهوري أنا بخاصة، ومباركة لهم في هاي السنة الجديدة إن شاء الله. ونحن مولي مباركين لكم كاملين بمناسبة حلول هذه السنة منى. شكرا الليلة. شكرا لأخي الفنان الكبير وليد الدندني على دعمي الليلة الفني، ليعود إن شاء الله هو داعمني. ونحن مولي شاكرينه وليشارك معاكم هاي الحلقة اللي يقني معي هاول الشوار الزمنية إن شاء الله. إن شاء الله. وشكرا لحمل دندني مولي على آلة الجيتار والنجات، شكرا وراء الكواليس. نحن هم اللي نشكرهم. ما قدرت أظهر ليت أعدلت معاك إن شاء الله حلقة إن شاء الله من هذا البرنامج. إن شاء الله. إن شاء الله. منى بداية شلاهي تقولي الجمهورك اللي لو ياسر ينتظرك، ينتظر منى المطربة، منى عازفة أردين. أن الجمهور تعود عليك فما شاء الله، وأنت اللي استطعتي فنانة، ربما نقدر نقول إنك الوحيدة، وهذه حقيقة، انك استطعتي انك تجمعي ما بين الفن واللحن الشرقي، وما بين اللحن الشرقي واللحن الشعبي، وهذه حقيقة صفة وميزة نادرة جدا فنانينا نحن الموريتانيين باللي متأثرين باللحن الشعبي حتى. ايش لاي تقولي لجمهورك اللي ياسر ينتظرك، ينتظر منى الفنانة المطربة داخل الاشوار الحسانية وداخل الاشوار الزمنية، ايش لاي تقولي للجمهور؟ اولا قايلة مرة أخرى شكرا لكم على اهتمامكم بالتراث. أنا قايلة الجمهور إني الليلة بشكل زي تقليدي وشكل تقليدي فنيا وشكليا، وياسر من الجمهور ما هو حاسس إني أنا متمسكة بياسر من التراث. وخبط تاردين ما زلت صغيرة، والدتي ملك تاردين خويتي جمت السيد زين حدس، وتربيت في ياسر من الفن، والدنا سيدي بدندني المال الكبير أطال الله يا ربي بعمره إن شاء الله. وفيت ياسر من الناس اني متمسكة حتى بالتراث الأشوار القديمة وباردين زينا عندي تدينيت الليلة اللي إن شاء الله نقدم لهم ياسر المفاجآت والأشوار إن شاء الله اللي من مدرسة دندني إن شاء الله. إن شاء الله. وإحنا الليلة مولي كيف مع بما أنها أول حلقة قاع يا غير هامنا علنا، تعود الحلقة طابعها طربي، ما في قدر من المقاطعات ولا في قدر قبال من الأسئلة اللي تقطع الطرب وتقطع الهول وتقطع الأشواق. نختارها تعود حلقة طربية، حلقة متواصلة. ظهرك لا يتسمعينا بما أنك في كر، لا يتسمعينا شور، تفضلي منى. لينا بدؤوا بك حال كر
ما قال فاسمع من فؤادك قوله ويا يا ويا يا يا بوسة ويا بوسة من قد شك به وويله رسول إلى مولاه قد رد حوله رأيناه والشمس والنبيون حوله حضورا ونور الشمس نور الشمس يجرى على البرج نبيا ليلى وانا ليلى 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 وانا الله نقدم لكم شعر قتمة ليبدأ به الفنان الكبير لوليد بن دني. تسألون يا عن النبي العظيم دنن 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 والله اللسكي بعد واح رقت ما قدين قال الوليد رقت ما قدين قال وزين حتى مشاكل هناك بعد مولي وعلي لك الشكر مرة أخرى على حضورك الليلة ومشاركتك معنا ومع منى في هذا الشهر العظيم وزين حتى أو لا يتابع ولا يتواصلي منى هولك تواصلي هنا أغنية زينة عندي أصلا عند الفنان الكبير المرحوم إن شاء الله ياسين ودنانا وراني هادية فرقة أهل النانا العصرية هذه الأغنية أنا من كنت من عشاقها من زدت صغيرة كنت من عشاق المرحوم من عشاق الفرقة كاملة و تحية طبعا بهذه المناسبة تحية كبيرة لأسرة أهل النانا تحية رنا مجيلهم تحية كبيرة
اللي نغني لكم أغنية بكا بوك. زين حتى بكبوك كمالي بكبوك كمالي بكبوك كمالي بكبوك كمالي اسواك يا سيدي اسواك استقادة اسواك تقشمة اسواك يا سيدي اسواك استقادة اسواك تقشمة بغداد زودي بك ابوك مالي بك ابوك مالي اه يا بك ابوك مالي بك ابوك مالي بك ابوك مالي بك ابوك مالي سواك يا سيدي سواك سقاده سواك تقشمه سواك يا سيدي سواك سقاده سواك تقشمه ايوه زودي ساسوين زودي يا بك ابوك مالي يا بك ابوك مالي اه يا مالي اه يا بك ابوك مالي يا بك ابوك مالي يا بك ابوك مالي يا بك ابوك مالي اسواك يا سيدي اسواك سقادة اسواك تقشمة اسواك يا سيدي اسواك سقادة اسواك تقشمة اسواك يا سيدي اسواك سقادة اسواك تقشمة والله لا زين حتى منو زين حتى هل عدلتي ما قدنقا هل قدتي ما قدنقا منى بينكم اعتبار من وعد المقام الاخر لهي تقولي لي منى تتحدثي لي عن تجربتك ذيك الساعه في المداح وبهذه المناسبه لهي نذكر اسحاق ونطلبوا له من عند الله عز وجل ان الله يفك اسره ويجيبوا الارض الوطن والاهله وناسه وزملاء وسالم غانم يا ربي ما يوجعوا شيء امين يا ارحم الراحمين لا تتحدثي لي عن تجربتك اول كصحفيه برنامج المداح وانك انت الفنانه الوحيده اللي استطعتي وبجداره وبدون مثلا كي ما نقولوا احنا بشلي نقول لك بالعاميه بدون اي بروفات بدون اي تدريبات على انك تواصلي برنامج المداح وانك تكمليه النسخه الثلاثه النسخه الاولى النسخه الثانيه النسخه الثالثه استطاعت منى على انها تنجح في طريقة التقديم الصحفي قدمت برنامج المداح بطريقة جد رائعة طريقة جد مميزة جدا بهذه المناسبة خاطر نسول منى نختارها تتحدث لي عن الطريقة اللي وشين الصعوبات اللي واجهت منى في تقديم برنامج المداح أولا كيف ما قلت أنت مولي رانا طالبين مولانا إن شاء الله للزميل والأخ إسحاق وراجعين من عند مولانا إن شاء الله مولانا يلاقينا معاه ان شاء الله نهار قريب ان شاء الله يلاقيه مع والدته ان شاء الله امين يا رب العالمين امين ان شاء الله وانا اخباره ما نبقوا تنسى طالبين من الدوله انها تهتم باخباره انها مساله كبيره ومهمه لانه اسحاق ما الله ينتسى ولا يخلف هذا الوضع والله هي تجربتي كصحفيه اولا خدعتني أولا مولي شاكرتك أنت مولي على مرافقتك لي كنتي دعمتيني وشجعتيني على
على التقديم. وأنا بدوري نشكرك أنت مني. وبالحقيقة أنا عندي شجاعة الفنان. اللي كانت عندي شجاعة، غير ما عندي شجاعة الصحابي. وأتري أبدا من أخلاطهم الثنتين. ياكنا قد نقدم البرنامج وأصعب شي جبرتوني نجي لين نقدم قاع نقني. تخيل إني لين نقني. أتقع أنا خلاطهم في بعض الأوقات يدخلني هالصاي حتى نعود لها بالدمنا نقلني شوي. كانت حقيقة تجربة رائعة، كانت تجربة ولاني متندمة عليها لأنها كانت تجربة كنت مميزة في المديح النبوي الشريف صح في الكلور الموريتاني اللي مهم واللي الله اعتنى به. صحيح وبارك لها هي تسمع نشر وليد بارك. شنو المقام اللي هو في حالة؟ هذا سينيكار. سينيكار ولاك مرات الطرف وراي الطرف الزدانة ولاك مرات الطرف وراي الطرف الزدانة الحسي وفربة سيل قرارك لازم اليوم بارت وفوق غير البارت وقط ضرب ولي جات على قانا زادت على مكانة غزير زتانة كانت هزيمها زتان الاخره الله اكبر انا كثر الكبير من بعدنا من كبير بعدنا وبعيد من صورنا وجهنا بدنا عدنا وقدامنا لا إله إلا الله ألا قل لأرباب مخايض وهم ألا قل لأرباب مخايض وهم ولقد تاب مما تعلمون يزيد إن امرأ ينجو من أمين إن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمال هذا السعيد جيش الصقر العمر بعانوا ما بانوا له بالشر وبالخير وتقرانوا انت مير ضمان وانت زاد السلطان خير لين زيان عدت انت قرانو والشر لين امتان حصلوا بك عوانو والله الله وانت قلب الصهدة يا ذمرة المدة وانت قلب الصهدة يا ذمرة المدة كان البارود قدا كان البارود قدا كان البارود قدا قدا تتولد خيالي
تلقى عبد علوش وزمران وتقدر تلقى تقدر تلقى عبد علوش وزمران علوش وزمران يا 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 لا إله إلا الله يا 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 لا إله إلا الله إلا الله لا لا إله إلا الله يا يا الله يا الله تنطر بخلاقي خلاقي توي الشتا تبارك الله عازف كبير وعازف معروف ما شاء الله للآلتين تدينيت والجيتار
وحساكم اللي بالإضافة لهذا كامل حساكم اللي جميل. شلاهي تقول لوليد الجمهورة كلي لوياسر عن يسمع لوليد يتنهول شلاهي تقول؟ لا راني محييه وتوه رجل من عند مولانا إن شاء الله أنه تملى في اهتمامه بالموسيقى وتملى زاد باهتمامه بها واهتمامه بالتراث إن شاء الله راجين هم اللي من عند مولانا مش هم اللي للآلات التقليدية يعود يلوقها معاني من ياسر نقول التذوق الموسيقى التقليدية حق جمهورها ما هو ياسر حتى ما ياسر شكرا لك حق شاكر لك البيت بارك الله أقول شو لوليد لوليد تقول بيت حرب فاقو أسرت الأشراف من أجل لقمتي أسرت الأشراف أجل لقمتي وما كان لهم صبرت لها ضرر كان جنيب هاني جايون جاجل ونخوة وبدلت العين السليمة بالعوام يا ليتني لم تلدني أمي يا ليتني صبرت القول من القول قول القول القول قال عمر يا ليتني صبرت القول قول الذي قال عمر يا القول القول قول القول القول الذي قال يا عمر ولا لقد أتيت رسول الله معتذر رسول الله معتذر والعين رأيت رسول الله مغمور عند رسول الله مقبول والعذر عند رسول الله مقبول الله المستعان ضربتينا منى ضربتنا الوليد ضربتونا حتى زين قلت ولا قد قالوا لي زين حتى ضرك لهي بعد المقام الاخر لا تقولوا نحيا فاقو او تفضلي عظمت عظمت قلوبي كثرات لقد علمت بأن لقد علمت بأن عفوك عظيم عظيم
الطيب حزيم الله اللي قايل وجاد وجاد يا وجاد عليك رعيت حالي لقد علمت بأن عفوك عظيم دارك اللي تحاول المقام الاخر اللي واشنو قا هنا نقول شورهم لتحرار باقو هذه الجمهوري كامل تفضلي الى راد الحي الجلال نضحى يا وك نضحك للتوي يا ربي حرب الزبنو حرب الزبنو وفم مياك ويا نبخلي ولذني ويا نمقلي ونذري البالي يا الزمن وفم ميا ويا نمقلي ونذري يا باني زين ودارك يا بياني يا باني زين 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 ودانك شين والله احمد يا ما يشري اليورو كمان يشري الدولار ما يشري اليورو ونانا يشري الدولار ما يشري اليورو ولا يشري الدولار السك بيرا يسيان من ذاك عريق العار من ذاك عريق العار ومع زين أصاوى هذيك الصحة الأخبار ومع زين أصاوى هذيك الصحة الأخبار ومع زين أصاوى هذيك الصحة الأخبار ولا يشري الدولار
الدنا ما يشري ريارو ولانا يشري الدنا ما يشري ريارو ولا يشري الدنا شعرك ما فيك هم يقرع عندنا شعار يقرع عندنا شعار ما يشري الدرهم لا يشري الدينار ما يشري الدرهم لا يشري الدينار ولا يشري الدنيا ما يشري اليورو ولا يشري الدنيا ما يشري اليورو ولا يشري الدنيا ما يشري اليورو ما يشري الدنيا يا الدنيا 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 ما يشري الدنيا هذا الشهر راه وارك معدل على تاي بالمناسبة تاي زين حتى مناسبة تاي اثناء الشهر ما يشري اليورو ولا يشري الدولار هذا زين حتى سبكتيني انا كنت راهي نسولك راعي فكرة تسول ايه عن منو قايل بعد قاع الكلمات وقايلها له مولاش جاوبتيني جاوبتك انا لازم ما قايلتها انا ورقيف انا فهمشي قايل الوليد وفهمشي قايلين شعراء اخرين زين كبار زين حتى ما قد ينقل اي والله ارك لهي اي والله ارك لهي تقلبي وعد لك حال راني بعد بالمناسبة محيي الفرقة اللي على الطبل شوقي وراني محيي ومالي نجاة ابدعتهم قال عدلتهم ما قد ينقل ما قد يعدل لفت انتباهي صراحة ورانا هما اللي محيين الشيخ والعبدات للقوم ولم يعلمون يعلمون ما في الرحال ولم يعلمون ما في الرحال رساني
عليك عيبون يراه الناس يراه الناس غير انك فاني يراه الناس 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 يراه الناس الناس غير انك فاني كنت انا يا الدنيا نبقيك كنت انا يا الدنيا نبقيك لين مرقتي لين مرقتي ليدي أسيوة ما قادر فيك أسيوة ما قادر فيك ما قادر فيك يلي ما يا ما يا ما يا ما يا ما 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 قادرك فيك النحيا يا قرانا يا قرانا تدوري من أهلاك تدوك أقني وانا كنك أبو وانا لكن كنت أبوك ما نترك قيد الدي ما نترك قيد الدي ما نكر مراكي آي آي ما نترك قيد الدي الدي يا مالك نوراكي يا يا ما نجبر كون شوي يا غير الصازاكي يو يو يا غير الصازاكي دن مولك يا مولك يا ام قريت لهولك يا مولك يا ام قدر من لوشاكي يشكلوا فمتام يبكي زاد الباكي يبكي زاد الباكي كلن يا كلن مولاكي مولاكي يا 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 كنت أبوك يا نسيت
عيني عيني وقلبه يرعاك لا تجعلني كل الليل كل أولاك أولاك يا كل أولاك أولاك يا كل هذا الشطور اللي قلتي والقلقان اللي معاك الوليد ما يقد ينقال نهائيا. قولي لي منى شنو المقام اللي تجبر فيه منى ذاتها زين عندك؟ هذا السؤال واعر لاني انا ما خارج مقام من مقاماتنا ما نجبر فيه ذاتي. اقرب لكذاك اللي تحسي انت به اللي زين عندك قريب لك حتى تحرار باق وزين عندي حتى اللي مستعربه والله اللي زين عندي زين عندي البتيت ذي الشوق حشجن وحزن هاي مدحة للمصطفى صلى الله عليه وسلم نقولها لكم نرجع من عند الجلال الجلال اكسر نرجع عند الجلال الجلال مولاي مولاك وفي عندنا التجار يعملك تجيل ملاكي وفي عندنا التجار يعملك تجيل ملاكي وتجيل ملاكي علمني علامي فاتو من تدم من وراني مولي موجهة لك تحية قلت ما قد ينقل تفضل لا تقول لنا شو أخر لك حال هذه مدحة للرسول عليه الصلاة والسلام هذه أفضل الصلاة والسلام يستطاب أحب طه يستطاب 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 حب 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 طه إلا الله لا إله يستطاب حب 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 طه إلا الله لا إله إلا الله لا إله يستطاب حب طه يستطاب حب 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 طه إلا الله لا إله إلا الله لا إله تمي قلبي إلى موتى تمي قلبي إلى موتى زيد مني أنا على طه زيد مني أنا على طه إلا الله لا إله إلا الله لا إله يستطاب حب طه يستطاب حب 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 طه إلا الله لا إله إلا الله لا إله طلع يا هي نسري
طولة إلها إلا طولة إلها يا ستابا حب وضها يا ستابا حب وضها إلا طولة إلها إلا طولة إلها لا موتة تمي غني لا موتة زيد مني على على طه 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 إلا طهنا إله إلا طهنا إله يا ستة طاب حب طه يا ستة طاب حب طه إلا طه لا إله إلا طه لا إله إلا طه لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك سول بيال بيال تفضلي. محمد
نادي عليا الصقرة يدمك يا محمد يا تراكت قيود يا قبرني يا 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 الراجل وخلاص اللي شاف النوبة اللي تقربوا حتى الراجل وخلاص اللي شاف النوبة حتى الراجل وخلاص حتى الراجل وخلاص اللي شاف النوبة الشورين قال له تلعب
على شوارت دنيت. بارك نقول لنا شور اخر البياض البرمولة اللي ومن القيار أحقهم محقهم أحقهم بتقدمي بتقدمي الله يحمي ويحفظ شأنه ويقي من عين الحسود المحزن لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا عرب أيماني صاحب الديوان صاحب الديوان الهول بلاك أشرع عند من أين تباني تضعفي الشعرة وانت يتمتاني تضعفي الشعرة وانت يتمتاني لحد العزيت منو كنت نعاني ما من صابي قديت انسى وينسى يعني يا من صابي قديت انسى وينسى يا عربي ايمان يا ريكو
ديواني يا ديواني ديواني يا ديواني ديواني مع ناسياني كنوري ما قشمة صاحب الديواني يلا لي ما قشمة صاحب الديواني يا العربي ايماني صاحب الديواني ديواني ديواني ايه ديواني ديواني ايه ديواني ديواني ايه صاحب تضم الصناعة التقليدية تراثاً متميزاً اختبر بالممارسة عبر الأجيال، وهي بالمناسبة تعطي نوع من التخيل والتفكير الذي بدوره يقود إلى الإبداع. لهذا ارتأينا بأن تكون هنالك هدية تكون كتذكار من طاقم ليالي الطرب، وتكون هذه الهدية عبارة عن خاتم من الفضة الخالصة اللي ينقالها باللهجة الشعبية قل، هذا الخاتم وهذا الأمبلاج اللي أو الصندوق الذي بداخله هذا الخاتم مصنوع، واللي صنع هذا الخاتم هو صانع تقليدي ينقال له صدفي والجميلي. لا يعود لا يتخلق رواية، لا يتعود كل حلقة لا يعود فم صانع تقليدي، يعني يخلق نوع من التنافس من قبل الصناع التقليديين على صناعة هذا الخاتم التقليدي اللي يعود مصنوع من الفضة الخالصة، من فضة وما اللي ما يشايبها شيء، فضة خالصة. ويعود كل فنان وكل حلقة لا يعود فيها صانع تقليدي، ما هو ذاك اللي في الحلقة اللي سابقها اللي سابقها، معناه نعود فيه ضمن نوع من التنافس الشريف على صناعة هذا الخاتم وأيضا الصندوق اللي يحتوي هذا الخاتم، والله اللي بداخله هذا الخاتم. هذا الخاتم اللي تقدمه طاقم ليالي الطرب للفنانة منى مدندني. شكرا جزيلا. شوفي كان قاعد خاتم قدك. للأسف أنا هي الأولى معانا الاخوات مرجعين اللي يعودوا قد يعودوا زين من ذا. هذا حظك، هذا حظك. هي كل حلقه يلا يعود عندها يلا يعود عندها صانع تقليدي. وبهذه المناسبه لاهي نوجه شكر، نوجه تحيه خاصه للصانع التقليدي صدفي واللي جميلي اللي حائز على صدفي والجميلي الحائز على المرتبه الثالثه من مسابقه منظمة شكرا بالتعاون مع برنامج الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني والثقافة، وهو أول شخص أيضا موريتاني صانع تقليدي طبعا قام بتصنيع أرجل اصطناعية للمعاقين. تحية كبيرة للصانع التقليدي صدفي والجميلي. راني أنا مولي شاكرته على هاي الصناعة الجميلة. يا كده قدك الخاتم لا قدي فكر كده سبحان الله لما خاتم زين حتى وصناعته مرسة وزينة حتى. لا هو من الفضة الخالصة ومديورة له عقيقة حمراء متماشية قاع مع الملحفة. شكرا. إذا نظرك لها هي تقولي إن الشورو خرف البياض من فم البر موعدين بتيت. راني هذه الحلقة هديتها لوالدتي خوتي جمت السيدة مباشرة تخرصها ما مشات شو البادية ما مشات دايما سبيها اللي تبقي تشوف الحلقة المباشرة. هديتها أمي لوالدي موهون مسافر شو البادية سيدي ودندني وخير ترى ان احنا مراجعة ان شاء الله انها تعود عجبتهم لانه معينة مطويلة فدائما في ادائك. هذا مهم، هذا مهم. نقد نقد بناء دائما ينقد عليا. خليهم للشعب
يا انا يا انا ارماكني يا انا يا انا يا ايماني الشر انا هديتو جميع طوارق في موريتانيا. تحية كبيرة للشعب التالي ولا ثمون الصحراء. طرب النم في رياح جلدي قالت لي خم آه يا نا يا نم يا نا يا نم يا نم يا نا يا نم المكنيهم الله قلت مخمم لا بنات الخال وبنات العم لا بنات الخال وبنات العم آه يا نا يا نم يا نم يا نا يا نم يا نا يا نم يا نم يا نا يا نم يا مكني من قد البرم وطور منك من أجوى كرم آه يا نا يا نم يا نا يا نم يا نم يا نا يا نم مكني يا نا يا نم يا نا يا نم يا نم يا نا يا نم يا نم يا نا يا نم يا نا يا نا يرماك لي زين حتى هضرك له هي يا موعدين بيا لبتيت لبتيت تصلي تكون ربي العقل من هرام المسخور
غير انت يا احمد ما تلام. ترى من يامس من يامس قبل اليوم ما تقفى مقعدو ما تقفى مقعدو الاسخام ما تقفى مقعدو الاسخام عندك باحمد باحمد قوم احمد قوم ما تغضى ما قعدوا الاسقام عندك باحمد قوم احمد قوم ما تغضى ما قعدوا الاسقام عندك باحمد قوم احمد قوم لا نفوات الجنة تذهب بكربي قروم ما نفوات الجنة تذهب بك لا 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 تذهب بكربي قروم إن الكرامة الكرامة إذا بانوا كبوا صبروا دع الزمان على تغريب حالي فاليوم خبروا وفي القديم خبروا لو كنت تعلم أن الله ذو قدري هون عليك بما بما يا 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 بما عليك بما يا بما 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 يجرى بي بالقدر هون عليك بما بما يجرى يجرى بالقدر هون عليك 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 بما يا بما 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 يجرى يا 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 به القدر من هو
مالات غشي لهنا هون تدريت اسمع هورو حد في قولو من هورو سيدي ملات لشي لهنا هورو ما قابوا المكان قالوا بابا ولها الدارة قاف مزوقة في تخمامي لياسر نختير نقولي قاموا حاصوا من قدامي هذا من آدم ما قولوا هذا قاف بابا ولها الدارة يفكرك بتيت من مقامات سلم الموسيقى الموريتاني الوحيد اللي نحس نجبر فيه نذات عجيب فيه نوع من الحزن والشجن عجيب البتيت لا تقولي شور آخر البتيت ولا سابق لا تقولي شور خلينا شوي نسولو لوليت لوليت شنو المقام اللي تجبر فيه ذاتك زين عندك انت بتحس انه تحس على انه قريب منك احنا لابد لكم تتكلم لنا شوي والله تفضل هذا انا عندي مقامين زينين عندي اثنين مقامات تعرفهم خمسة أنا خارجين اثنين منهم يستهواوني على الهول حتى اللي هما خالق التحرار اللي هو فاقو بياض فاقو وعندي لك حالم واللي هذا مقاماتي زيني مفضلي مفضلي اللي يستهواوني قبال المقام الأعمق مثلا أكثر نقامات عندي واللي نبقي فيه التلحين ونبقي فيه ياسر اللي بدع مقام كر كحال كر به اللي أغنم المقامات الأخرى الله فنيا أغنى هو يقير بعد أنا يستهواني قبل لو المقامات اللي تبدأ هنا شكرا تفضلوا لا تقول لنا أكشر بتيت لا تقول لنا غيرت أشوار غيرت أشوار ما وكيت المقامات الأخرى محمد بشر
ولي سكر بشري فروا يا قوتة يا قوتة يا قوتة فروا يا قوتة والناس قل الحجر فروا يا قوتة يا قوتة والناس والناس كالحجر بل هو يا قوتة بل هو يا قوتة والناس والناس كالحجر بل هو يا قوتة يا قوتة والناس والناس كالحجر لا إله إلا الله لا 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 إلا الله عز الذي إمام من اليوم الرجل أبي صار عز الذي إمام من اليوم الرجل أبي صار لا يقتك يا ربارونا ستك ويري يا قدارة هي ذي كانك ما ذقت ما في الموتي من مرار الزل ذي كنا من اليوم الرجل أبي صار الزل ذي من اليوم الرجل أبي صار يا بني مليك مارا صوب راسك ليك اجبابي وجذب من فوق العمار الزنا ذي ما بني الرجل ابي صار الزنا ذي ما بني اليوم الرجل ابي صار خاطر فايدك بالليل هون بالليل همك نقصي من الخسارة همك نقصي من الخسارة عقروهية ما يكون هيا ينخافش يتغدى الزل الذي يهدي الرجل الذي صار رجع ربي صحاب عقب تعادت عزت بطول عقب تعادت عزت بطول عقب تعادت عقب تعادت عزت بطول تعادت عزت بطول العز النذي كفارة عز النذي ما من اليوم الرجال بيصار عز النذي ما من اليوم الرجال بيصار عز النذي ما من اليوم الرجال بيصار الله الله قلت ما قد نقال منا لوليد الفنان لوليد ولد دني عرف بالذكاء كما عرف بالمهارة والاكتشافات ومن أهم الاكتشافات لوليد هو اكتشافه للربع في آلة الجيتار
فلولا هذا الاكتشاف لما تمت النغمات الموسيقية للفن الموريتاني على آلة الجيتار. لوليد، لو تشرفت انك تتكلم لنا عن هذا الاكتشاف اللي ذو. شكرا جزيلا. ما شاء الله قدر المعلومات. للأمانة التامة المعلومة جاتني حالا، تحية للمخرج عبد الله أحمد خليفة. شكرا جزيلا. هذه بموهبة وتوفيق أعطاها لي مولانا. اكتشفت على أن آلة جيتار حين صنعها المصمم ما كان متخمم في قضية ربع النغمة، واللي هي جزء من نغمات موسيقتنا الخماسية، وطبعا جزء من كثير من الموسيقى في العالم الآخر. ولكن والمهم علني أنا اكتشفت عقبت على أن جيتار خاصها نغمة، وبعد بحوث وبعد من تأمل اكتشفت أنني قد ندير هذه النغمة الخاصة، وقمت بتعدالها في جيتاري سنة 92 تقريبا، خذوها سنة 92. كيف تاش عدلت؟ درت لها وتر أخر ولا؟ لا، درت لها نغمة على عودة جيتار، تمكنها من أنها تعود فيها. درت لها، حطيت لها حديدة. أيوة. حديدها هي اللي جا فيها مش المصنع. حطيت انا عليها 6 حدايد اخرين يقسموا كل نقمة، كل نص نقمة شهر 4. هذا ممتاز، هذا اكتشاف كبير. من رأيك انا كجبرت مثلا تشجيع والله دعم للاكتشاف اللي ذهب؟ لا، على كل حال التشجيع موجود، لانك ما شاء الله تبارك الله اكتشفت على الاكتشاف، على اكتشافي اهتميتي به وقديتي تطرحي له بالك. هذا في الحقيقه انا مشجعني يا غير نبقي مولي انا اجبر التشجيع على هذه القضيه اللي الهمني بها مولانا. لا مانع نعود لهنا وكرم عليها والله، لين نعود تعدلني ماده تطرح لي بلد اني عدلت شيء جديد للموسيقى. ورانا من هذا المنبر مولي موجهين ومولي طلب بوزاره الثقافه على انها تطرح البال للمبدعين والفنانين، وكذلك مولي للمبدعين من صنع التقليديين، وتشجعهم على هذه الابداعات اللي لديهم. شكرا لهم مولي. انتهز الفرصه نشكر المخرج على لا إيه عبد الله احمد خليفه. الله راني شاكر مهم. راني انا مولي شاكرته مبدع. انا يا عربية وزيت قرون طيوري فيدي طيور يا ليل لقمامي على الشورى الغمور، ليل لقمامي على الشورى مذاكر يا البال يا البال جاب العدل وكتور يغير في الزوال في الزوال ويشد العدل يغير يا غبياري عماري قيس تنور
اخباري اخباري اماري يزنو ولك اخباري اخبياري اماري يزنو يا ريل القمامي قمامي هذا الشرير طول ليل القمامي جديدك مختار تكلمي العنات عندك مثلا ألبوم جديد والله متباركين مع ألبوم جديد الفرقة متباركة مع وليد ولي تلاحينه وتسجيله توزيعه متباركين معه وعندي مولي حفل همني نعدلو في لكاتورس فبريا سنويا نعدلو لجمهوري كامل واصدقائي حفل خاص الأصدقاء ما نبثوه في التلفزات لأنه يحضر له ياسر من الناس اللي ما تبقى التلفزات المحترمة وراني داعية لجمهوري الخاص بي فتقررت قبال الفندق اللي يعدل في الحفل قال بعد إن شاء الله ولك أترس في الرياء المعدل في حفل وبالمناسبة هو عيد مولي ميلادك في نفس الوقت يوم عيد ميلادك وفي نفس الوقت عيد الحب رانا مولي شاكرين هو اللقاء شوقي هو وفقنا على هذا اللقاء الجميل وجهت لهم تحية صراحة إيقاعهم كان جميل جدا أنا مولي وجهكم تحية أخرى عبد الشزين والإخراج مولي بما يبدو جيد طبعا الإخراج تحت يد المبدع سيدي هيبة والأحمد راني موجه تحية خاصة لسيدي هيبة لين اختتم بكافيري وراني هاديت الجمهور كامل وخاصة الجالية العزيزة علي الجالية موريتانيا في أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية جمهوري في كل مكان في كل مكان من العالم جيتو لا جيتو لا جيتو لا جيتو لا جيتو لا جيتو
ولوها مولاي مبعد وشيت مشاهدينا الكرام، نشكر الفنانة منى مدندني على قبول دعوتنا، وشاكرين أيضا الفنان لوليد ولدندني والموسيقار طبعا على قبول دعوتنا، وشاكرين أيضا الموسيقار والعازف أحمد ولدندني، وتحية خاصة مني للفنان والمبدع عمل أحمد ولدندني، كما أيضا أشكر نجاة شوقي، لكم تحية مني ولكم. إذن في النهاية لكم تحياتي وتحيات فريق العمل على التصوير سلاكي عبدو بابا، وأيضا تحيات المخرج سيدي هيبة. إلى اللقاء.